لهذا السبب أنصحكم دائما، لكنكم حمير يا أيها الشيعة، لا تسمعون ولا تفقهون، ثيران ثيران أنتم حينما أقول لكم لا تقرأوا للميت دعاء العديلة، لأنه مبني على عقيدة شركية. دعاء العديلة لم يرد عن الأئمة، كتبه بعض المراجع الطوسيين وفقا لعقيدة الشرك. هذا هسه هو هذا الميت طايح حظ شيعي، طايح حظ وكان ديخي وراكبين عليه ذول المحممين مطيعين حظه، لاحقين حتى ورا ما يموت تلقنون العقائد الطوسية، اشتردون من عنده، دخلوا يولي ادفنوه، خلوا يولي. بعض الأخوة المؤمنين الذين اقتنعوا بحديثي يقولون لي مثلا حدثت عندهم وفاة، أمه توفيت، أبوه توفي، يقول لأهله لا تقرأوا دعاء العديلة واقرأوا زيارة الجامعة الكبيرة، يصرون على قراءة دعاء العديلة حتى يطيحون حظه أكثر. هو طايح حظه من البداية، من كان حي طايح حظه ومات، حتى يطيحون حظه أكثر يقرون له دعاء العديلة. دعاء العديلة ليس عن العترة الطاهرة، كتبه بعض المراجع الطوسيين، صدقوني صدقوني أنتم لا تعرفون الحقائق. التلقين بالنسبة للميت ضروري، التلقين حاسم، الأئمة يقولون، وأنتم تلقنون موتاكم عقائد الضلال. التوحيد الذي جاء مذكورا في دعاء العديلة توحيد شركي مبني على هذه القاعدة، على قاعدة أبي الحسين البصري وليس على قاعدة أبي الحسين علي بن أبي طالب. تفتهمون لو ما تفتهمون، شلون تفتهمون؟ ما تقولوا لي شلون تفتهمون.